بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، أساتذتي الكرام، زملائي وزملائي الطالبين والباحثين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم جزيل الشكر ويشرفني أن أكون بين عينيكم، خصوصا في حضور أساتذة كرام وقمم من أمثال الدكتور والأستاذ الحلياني. يندرج موضوع بحثي الموسوم بتحديات ترجمة النص الأدبي بين قيود النص الأصل وتطلعات المتلقي تحت محور صعوبات الترجمة الأدبية وإدعاءاتها. سينصب بحثي وحديثي في هذه الجلسة أو هذا الملتقى عن المترجم ذلك المغمور الذي لا يؤتى على ذكره إلا نادرا، ويصرف فضله إلى غيره، ويعلق وسام المجد على جيد غير جيده في إنكار لبلائه على الجملة. فقد انهال الجميع على المترجم نقدا وجلدا، فنحن نذكر أخطاءه دون أن نثني عليه، فنشحد صدره إذا أصاب، وننهال عليه نقدا مكثفا إذا هو أخطأ. لقد اعتمدت في بحثي هذا على كتابين مهمين في هذا الصدد حول الترجمة الأدبية، هما الكتاب الأول للأستاذة إنعام بيوت حول الترجمة الأدبية، والثاني هو للدكتور محمد عناني في فن الترجمة. وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة الكتابية، المترجم بين قيود الثقافة الأصلية وخصوصية الثقافة الأجنبية، بين قيود اللغة المصدر وإطار اللغة الهدف، الكاتب والمترجم وظلال القراءة، المترجم والتزام الأمانة وصداء الخصوص. تعتبر الترجمة الأدبية من بين أصعب مجالات الترجمة، فهي تتطلب فائدة من الخبرة والموهبة باعتبارها إبداعا على هامش الإبداع، ومخاضا فكريا وإبداعيا عسيرا يتطلب دربة واطلاعا، إذ يكابد المترجم فيه أكثر مما كابد صاحب النص الأصل، حيث تقع عليه مسؤولية الوسيط الثقافي والإنساني التي تتمخض عنها مسؤولياته تجاه المتلقي الذي لا يتنازل عن حقه ونصيبه من التذوق، إلى جانب مسؤوليته تجاه المؤلف الحريص الذي يرى في نصه إبداعا مقدسا. يهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين المترجم والمؤلف والمتلقي، وكيف يمكن للمترجم أن يوازن بين حرص الأديب على نقل أمانته إلى بر الإبداع دون إفراط في الولاء للنص الأصل أو تفريط بثقة المتلقي الذي يرى في الترجمة نافذة على الآخر. تعتبر الترجمة الأدبية من أهم أنواع الترجمة المتخصصة، فقد نالت اهتمام الدارسين والمناظرين وأثارت قضايا كثير من الحب، ولا زالت تحظى باهتمام الباحثين في مجال الترجمة والأدب على السواء. كيف لا، وهي تساهم في فتح نوافذ الحوار الإنساني عبر روائع الأدب بكل تقليداته وخصوصياته. فنحن لا نترجم اللغة بقدر ما نترجم الثقافة التي تمثلها، ذلك أن الأدب مرآة للمجتمع تتجلى من خلالها صورة الآخر وتفاصيل حياته وفكره. فهي تتطلب من المترجم تمكنه من اللغتين معرفة وإتقانا، وبالثقافتين معايشة وإلماما، كما تتطلب منه مهارة ودربة تستلزم عليه بذل الجهد والوقت لتحصيلها. فناهيك عن الصعوبات اللغوية، تقف كل من الصعوبات الثقافية والحضارية والفكرية في طريق عمل المترجم، وهو يناضل بالنقل العملي من دون أن يخذل المؤلفة أو يخل بسلامة المعنى، حتى يتمكن من بلوغ الغايات كلها والوفاء بالأمانة بنقلها إلى المتلقي المتلهف إلى تذوق العمل الإبداعي بطعم لغوي جديد، وسعيا منه للوفاء والالتزام بهذه العناصر والتوفيق بين أطرافها دون إشراف أو تفريط، يجد المترجم نفسه مسؤولا أمام المؤلف والنص من جهة، وكذا المتلقي من جهة أخرى أمام حرص المؤلف وتقديسه الإبداعي، الذي قد يتحول إلى هاجس بالنسبة للمترجم فيقيد إبداعه ويقول دون وفائه بمسؤوليته تجاه القارئ الذي يتطلع لتلقي العمل بمسؤولية ثقافته وفق خصوصية لغته.
أو أن يطلق العنان لإبداعه في سبيل إمتاع المتلقي وتقريب العمل إليه في قالب جديد لا ينفره أو يصنعه. وبذلك سأحاول أن أكون أتمنى هذا الشيء. يقوم المترجم بمباشرة مهمته وهو يقترن ثلاثة عناصر يشير إليها بيتر مومار يشير إلى أن عملية الترجمة مبنية على ثلاث ثنائيات هي الثقافتين الأصلية والأجنبية، اللغة المصدر واللغة الهدف، الكاتب والمترجم وأيضا الفلاح. المترجم ينقل الثقافة الأصلية وخصوصيات الثقافة الأجنبية. يعتبر العامل الثقافي عنصرا مهما يجب على المترجم مراعاته في الترجمة الأدبية، ولذا عليه أن يكون مطلعا على الثقافتين مهما بجميع جوانبها وعارفا بخصوصيتها. وفي هذا الصدد يقول جورج مونا: ومن أشق أعمال المترجم محاولته إعطاء قرائه فكرة تنتسب إلى ثقافة أجنبية أو كلية، ذلك لأن الفوارق والاختلافات الثقافية يمكن إيجادها حتى ضمن المجتمع الواحد باختلاف العادات والتقاليد والأعراف. وسوف أتحدث تلك الصعوبات في مزج الأعمال الأدبية بين مستويات اللغة المختلفة بين المجتمع الرسمي والعامي، ناهيك عن ظاهرة التداخل اللغوي خصوصا بالنسبة للثقافات التي تعرف استجواجا لغويا مثل الثقافة المغاربية التي تمزج بين اللغة الفرنسية والعربية المفرنسة وبين اللغة العربية، وذلك يتطلب تركيزا وتعمقا في الثقافة واللغات على حد سواء. فيجب على المترجم الإلمام بهذه العناصر كلها حتى يتمكن من إيصالها للمتلقي الجديد ضمن ثقافة الدستور. العنصر الثاني بين قيود اللغة المصدر وإطار اللغة الهدف، يفيد النص الأدبي بالفنية والجمالية التي تجعل منه علامة فارقة كما تميزه عن باقي النصوص الأخرى، فهو يوظف الأسلوب والإيحاءات ليجذب المتلقي ويأثره من خلال لعبه بالعوالم ودلالاتها كدائرة إطلاق العنان للدلالات الإيحائية. وفي هذا الصدد يرى الأديب المصري محمد عبد الحليم أنه لا يكفي أن يعرف الأديب الكلمة حتى يوفق في استعمالها كجزء من الجملة، وأنه هنالك علاقة شخصية بين الأديب والكلمة تحس ولا تصف، ذلك أنه لكل كلمة شحنة من الذكريات ليس في مقدور كل كاتب أن يطلقها للاستعمال. إذن المعرفة باللغة غير كافية، إنما الإحساس بها وعيشها ومعايشتها. يتمكن المترجم من أن يغوص في المعنى ليأتي بمقابله في لغة أخرى. فيجب على المترجم أن يكون متقنا للغة الأصل واللغة الهدف عارفا بدقائقها وقواعدها. وفي هذا الصدد يقول الجاحظ: ولا بد للترجمان أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغير. فالترجمة الأدبية ليست مجرد عملية لسانية بحتة بالانتقال من لغة إلى أخرى وفق عملية قاموسية خالصة، فهي أكثر من ذلك، تتجاوز التواصل لتبقى إلى الأرجاء. العنصر الثالث: الكاتب والمترجم وضلال القراءة. إن العلاقة بين الكاتب والمترجم بين مثل وجسر، ذلك أن المترجم في أغلب الأحيان مغمور لا يكثر فضله ولا يخمد جهده وبلاؤه، ويصرف كل الفضل للمؤلف لصاحب النص، فالمترجم يهب العمل الأدبي أجنحة تمكنه من التحليق نحو العالمية فيعلو بذلك صيت المؤلف. لا شك في أن الإبداع الأدبي عملية شاقة، مجهود فكري كبير بل ومقام عسير لا يتكرر، مما يجعله فريدا حتى المؤلف ذاته لا يمكنه إعادة إبداعه بالطريقة ذاتها، ذلك أن كل عمل أدبي لا يتكرر كالموت والولادة، فالمؤلف في كل عمل يبدعه في النص مزيجا من نفسه وفكره وتجاربه الشخصية، فكيف يمكن للمترجم أن يضاعف هذا الإبداع وهو يقوله برفق خشية كسره؟ يقول محمد عناني: أما المترجم فهو محروم من هذه الحرية الإبداعية أو الحرية الفكرية، لأنه مقيد بنص تمتع فيه صاحبه بهذا الحق،
من قبل، وهو مكلف الآن بنقل هذا السجل الحي للفكر من لغة لها أعرفها ثقافتها وحضارتها إلى لغات ربما اختلفت في كل ذلك، وذلك فهو مطالب بأن يخرج نصا يوحي بأنه كتب أصلا من لغة مترجم إليها. إذا كان الكاتب يودع النص قطعة من شكله ويستبدله أحاسيسه وأفكاره، فإن المترجم يكابد في مهداته أكثر مما كابد صاحب النص، ذلك أنه يكون قارئا للغة الأولى ومفسرا ومؤولا ومن ثم كاتبا جديدا للنص بلغة جديدة ضمن سياق ثقافي مختلف. ولقد ساهمت نظريات القراءة والتلقي في تعزيز الترابط بين كل من المؤلف والنص والمتلقي في علاقة تفاعلية وتكاملية باعتبار النص غير منفصل عن المتلقي، فالمترجم متلقي أيضا. بعدا عن على هامش الإبداع تلتحم فيه اللغة والثقافة والفكر والفن، ينبغي لمريدها ظاهرة فائقة يتخللها عشق سلومي الطلاب. يعتبر النص بسمة بين المؤلف والمترجم والمتلقي، فهم فيه شركاء، وباعتبار أن المترجم قارئ مدشي يساهم في بناء المعنى إعادة إنتاجه وبعث روحه للنص ببيئة جديدة تنجح قلوبا أدبيا وأبديا، فإن العمل الأدبي لا قيمة له دون هذا القارئ النموذجي الذي يمتطي سهوة الكلمات في رحلة زادوا فيه الإبداع، وهم الوفاء والمسؤولية تجاه القارئ الجديد، فيسخر سحر الترجمة ليمنح العمل أجنحة يحلق بها في فضاء الإبداع. وأشكر إنصاتكم وإنصاتكم.